أبي ترك وراه دمار كبير جواتنا. بالحقيقة زعلان من أمي أكتر، مع أنه هي بتعرف كل شي عن أبي، بس ما تخلت عنه وماتت من قهر المسكينة. شو مالك ضيقت لك خلقك؟ لا ابنوب، بس حاسه بالعجز. نحن كرمال علاج ابوكي رح نعمل كل شي بيطلع بايدنا، لا تقلقي رح نلاقي